احنا ما خبرناش غير العموميه لعنابه، نطالبوا ابراهيل المدير العام بي دي جي دو جروب تاعنا تاع قسمتنا يروح علينا اخويا. نطالب برحيل المدير العام لان الشركه دائما نتائج سلبيه 22 سنه ما تغيرش، احنا عايشين في 2019 وهو ما على بالناش واش من سنه راه عايش. يدوموندي لنا في بلون تشارج، بلون تشارج افيك دي مويان نخدموا قاعدين نخدموا بيدينا بيدينا عندنا امكانيات ما كانش. رانا نعانيو من تهميش تام من طرف هذا المدير تاع السوفي ونريد تغيير هذا المدير وتجديد الدماء.